فتنهنى اللاعبين ديالي وان شاء الله يعني تندولها بانه هذه المباراه الثالثه بعد المباراه ديال الكاس، فالمستوى ديالنا بدات يتحسن يعني بمباراه بمباراه. كاين انسجام ديال بعض اللاعبين اللي باقي ما حصلش كثير، وكاين بعض اللاعبين اللي باقي ما شدوش الفورمه اللي التحقوا بنا مؤخرا، فتنظن بانه مازال تيتبعنا عمل كبير، وان شاء الله حنا عارفين العمل اللي تابعنا وغادي نقوموا به ان شاء الله باش نكونوا في احسن المباراه الجايه، لانه تتعرف الخمس المباريات الاولى يعني امام الجيش، امام الوداد، الجديده، تطوان، فهذا يعني برنامج اللي هو صعيب، ولكن الحمد لله اليوم النتيجه غادي تزيد من الدعم المعنوي للاعبين ديالي باش يقدموا مستوى طيب في المباراه المقبله. شوف اي مدرب تيطمح انه يفوز بالالقاب، فاحنا يعني كاداره تقنيه اللي شرفنا على الفريق، صعد الفريق من القسم الوطني الهوات الى القسم الوطني الثاني، صعدنا به القسم الوطني الاول. اليوم حنا ما غنكذبوش لانه اليوم حنا يعني يمكن انه نديروا مباريات كبيره ونبقاو ضمن حاضره الفرق ديال القسم الوطني الاول باش انه الفريق يبدا ياخذ يعني تجربه في القسم الوطني الاول وتحصل حتى يعني الملعب في مدينه واتزام كذلك الجمهور، فهذا كله الا الهدف ديالنا هو البقاء في القسم الوطني الاول.